بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنرحب بحضراتكم في المؤتمر السنوي التاسع بتاع الصيفي بتاع الجمعية بتاعتنا المودرن ايجيبشن سوسايتي اوف انترنست اللي هي باختصار ميسي. وقبل بس ما نقول كلمتين كده يعني هنعرض بس كالعادة احنا بنعملها كل سنة يعني فيديو صغير جدا جدا يعرف حضراتكم بانشطة الجمعية بتاعتنا. محمد تفضل لو سمحت. Thank you.
احنا زي ما حضراتكم شفتوا احنا الاكتيفيتيز المتكرره بتاعه الجمعيه بتاعتنا، احنا ابتدينا الاشيره في 2005 وبعدين بنعمل مؤتمر سنوي، ابتدينا اول مؤتمر في 2010. النهارده المؤتمر السنوي التاسع بتاع الجمعيه بتاعتنا الصيفي اللي هو هنا بنعمله في اسكندريه كل سنه، لكن مش ده الوحيد. احنا يعني العادي بتاعنا ان احنا بنعمل ساعات في السنه، مثلا ساعات مؤتمر، ساعات اتنين، ساعات ثلاثه، على حسب الظروف الموجوده منها السبونسرشيب واشياء اخرى. فمثلا لما ابتدينا اول واحد خالص في 2010 في القاهره، وبعد كده ابتدينا نثبت واحد شتوي واحد صيفي، واحد في القاهره واحد في اسكندريه، وبعدين في اوقات كمان عملنا اكتر من اكتيفيتي في الغردقه، وخرجنا بره مصر خالص وعملنا في مره في مرتين في لبنان ومره في دبي. وشارك في ناس من حضراتكم كتير شاركونا هنا كاتنديز وكسبيكرز وكاتشر بيرسونز، فكان حاجات كويسه. يعني مش عايز اطول عشان نبتدي البرنامج، لكن يعني احنا سعداء بحضراتكم، في ناس ثابتين معانا هنا كل سنه الحمد لله بيشاركونا في كل حاجه في الاكتيفيتيز بتاعتنا، واحنا الاسم بتاع الجمعيه بتاعنا ابتدى الحمد لله يتعرف كويس قوي. احنا فخورين بكده، لان احنا لما بنقدم هنا مش بنقدم يعني سب سبيشاليتي محدده، هو انترنال ميديسن، فمنه بيطلع وليه بيرجع كل السب سبيشاليتيز، ودي حاجه مهمه. ففرصه ان احنا لما حضرتك هتبص في الاجنده وفي الساينتفك بروجرام هنلاقي ان في دايفرستي اوف ليكتشرز في كل الاتجاهات من احسن سبيكرز موجودين، اذن نحاول نختارهم فبنستفيد. انا على نفسي في كل مره بستفيد من حاجه جديده في المؤتمر، بتاعنا. ففرصه ان احنا بنلتقي فيه كل سنه، واللي بيخرج من عندنا وحاضر معظم المحاضرات بيعرف قد ايه القيمه العلميه اللي بتبقى موجوده هنا، عشان احنا صحيح جايين بيبقى فيه ليجر تايم وبنتفسح وبنقعد على البحر كويس، لكن اون ذا اذر هاند فعلا فعلا بيبقى فيه حاجه ساينتفك كونتنت قوي ما شاء الله جدا. فدي نحب نبقى نستريس عليها، وحضرتك لما يعني تخلص المؤتمر تنقل الصوره دي لحد ما حضرش، وحضرتك توصل له نقطه ان احنا بنقدم حاجه كساينتفك بروجرام ليها قيمه ان شاء الله باذن الله. انا هدي كلمه بس للدكتور هشام طراف، يعني اللي هو غني عن التعريف واللي هو رئيس الجمعيه، ويعني حضراتكم اكيد يعني الدكتور هشام طراف مش بس هو احسن واحد، يمكن من احسن الناس في مصر في البنك لازم ده وفي العالم كله، والامباسدر حتى يمكن في اخذ التايتل ده من سنتين اظن دكتور هشام، فهدي له الكلمه. اتفضل. شكرا دكتور شريف على انا بشكر حضراتكم طبعا على الحضور للمؤتمر السنوي التاسع لجمعيه المودرن ايجيبشن سايت اوف انترنست. عارف طبعا وقتكم بيبقى غالي، وده فرصه يعني جميله جدا ان انتم تلبوا دعوه الجمعيه وتيجوا. ده انا بعتبره واحد من المؤتمرات الواحد بيبقى كين جدا ان هو يحضرها، لان من المؤتمرات اللي يعني تتعدى على ايد الصابع الواحده اللي بتجمع انترنال ميديكال سبيشاليتيز مع بعض. يعني السنه مليانه مؤتمرات سبيشاليتيز، اللي بالدايابيتس، الكارديولوجي، الشيست، لكن احنا عندنا في السيم بتاعنا دايما في الميسي الكروس توكس بتوين الاورجنز. احنا عارفين طبعا اهميه الكوموربيديتيز، ان البني ادم بيجي عندك في العياده مش ايزوليتد هارت كونديشن ولا ايزوليتد دايابيتس ولا ايزوليتد ازمه، بيبقى عنده كوموربيديتيز، ومهم قوي قوي ان احنا نعرف الكروس توكس اللي موجوده مع بعض. يمكن انا والدكتور شريف كنا في فتره من سنتين تقريبا رحنا لبنان مؤتمر الجمعيه لبنان البطنه، وهم بيسموها هناك الطب الداخلي، ما يسموش البطنه، يقولوا الطب الداخلي. قعدت انا ادور على الطب الخارجي ما لقيتش، لان هو فعلا كده، هو الطب هو البطنه، مفيش طب خارجي، هي الطب از انترنال ميديسن، وكل السبيشاليتيز بتيجي من تحت. احنا دايما بنسند على عبايه البطنه عشان نفهم الهوميوستيزس والهارموني بتوين الديفرنت سيستمز مع بعض. طبعا مش عايز اطلع لحضراتكم، يمكن لازم هنوه بنشاط الدكتور شريف الحقيقه الهوالي من يوم الجمعيه ما تاسست والمؤتمرات العديده اللي اتعملت، سواء مؤتمر سنوي او اكتيفيتيز داخل وخارج مصر او في محافظات مصر. الحقيقه يعني دكتور شريف من غيره ما كانش الاكتيفيتيز دي هتبقى يعني واجب الشكر ليه.
بشكر طبعا دكتورة شهندة الهواري والفريق المتكامل للسي او بي اللي هم دايما بينظموا لنا المؤتمر على اعلى مستوى, وان شاء الله يبقى في تقدم مستمر. يعني انا طبعا برحب برضو بالدكتور ياسر, وقبل ما ادي للدكتور ياسر برضو ان هو يحييكم بسرعه, انا عايز اقول بشكر طبعا الشركات الراعيه للمؤتمر اللي من غيرها ما بنقدرش ان احنا نقوم بالاكتيفيتيز دي, فده شكر واجب لجميع شركات الادويه اللي هي ساهمت معانا في هذا الاحتفال. شكرا دكتور هشام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اسمحوا لي رحب بحضراتكم في المؤتمر التاسع للجمعية المصرية للأطباء البطنة الحديثة ميسي, وإن شاء الله يبقى المؤتمر ده فروتفول وبروسبرس ومثمر لنا كلنا. شكرا دكتور شريف.